أردغاس أدكا وقيمة بدن أو نوغة فري أيضا قرآن كأدكا وقالقا حفظة وحان نوغة دونا مدحا وحبر الشرى كليتك أحمد حسن عيسى أحمد شاكر فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا هلما هدريني إياه بعد الله سبحانه وتعالى تتكا ولا لها والدين تا إيو ضياش دقنكا لن يرادا إيو قيبها مامولكا إيو بلشد هالكن قربتي نو صدوغتي قيبك سويتهاي وحلين هاي جساكم الله خير إلهي سبحانه وتعالى سعوالكا إيو دعوة دعجيبتين ميسانك حسناتك هذه سارو انت سكدب حفلتين قلبتني أجند هذا وحوهي دي أفريدة كولجكا أقوانتا كولجكا أفرنا حلو هرا ربيسي لباكون إيا لبادي با ربيسي لكن وحا لفوري وشغدي لوغو تلقلي أي كبير آواتي لباكون صدحية طوان تقريبا لحدا سنانا الباكي سوا فرنا وشغدي ويكسعوتي الحمد لله ذا صنع رك بدن بع القرآن ككل مئي رك بدن بع وحكو برتاي وحكو بيري وحبرشة ذا سرة وما تدوسية ذا سرة فديا مدة ذا سر وحكو سعودي كل تكوسي إسك ترتيبه وحكو كومنا إنك تلقي سحرية هاي أرضا ورايت هاي أرضا بحين إلا ما أنت تجمع ذا ماهني سيدا سوكل كل تكو حق بديع حق الدجان كه وصدح رقيبته ككوبين هاي قيبتنا وعقيبتي وحبرشلا يا قيبتي أسقلا عليه وعقيبتي تشيفك يا مسجدك وعقيبتي عبادة وحوي ودوين بعود هاي نقول سكحرا ما هين ودربي وضحري ودوين بعود هاي مدة سنة كه الرئيسة أيها وش أسوحوي استاجي جدي بل يرو بدن وأهدتك ديجانك أصلا كسو شيء هذا لكن قربها وبدن داد کاسو گروه مدهی حلی که آبارتی این دعایی و شغل بدن قبطی و داد که آبارو کرد عیم وح بدن گرسیه و بیا و راشیره آبارتی مرکی مکر نمایتی پرندو فرین و درای داد کاس قیب کم میده او حیر میشه سیمیل اگون لغو تلاگلی ویه بسیف سیگاره امت دارن نوار لغو تلاگلی که فایدی سته میشه سیمیل دیگر انتهاي اون کایون هات دعامو و فقط رو گشیره برکه وحید کو عصر یا ایند میشه که هم گشان عصر يقوي أقبلين شغلة على ركتين بيقفتين دربي جاس دير كبدن وصدح متر وده حي الشوبة هي هالمتر أو بير يسيل وكسر هي سدا سوكله وحي دي بقول لفتين جريها خسلا ذا هي جريها ضمبة وحبرش ذا هي مساجد كعبادة بيدي بقول لفتين أي دسال ما دابا أي لحية توصل كهر اسمها دي بيو عصري العقبة بيجري لعجل سلاه يا فرتن كونو دولار بكل وذهي أي دتك حرنتها جليان إلهي سبحانه وتعالى خير هأوجب دلو إلهي إنها كحف دي يجي أولاد وذي مالك وذا كده من واحد بالله قادين إنه يكون ليش كعين دوران يصير كرتاجنان دوران إلا هو يسكفر نابه وحين السويش يديين كل ليش كون ركبه طيب تأذنان تاع مجال الرافرو سيد أستراد أي قلبته وحنو قان سنينا من برشدة تي هوري كلش كا هدير كولا لهيدا أرداس قرحها بدن كلش كرفتنا شيء يا برشدة كلا ديجان كا إن أصو بندقنا إسبدل كعصب يا الله عصب وكلش كو قبان دور وحن الله سبحانه وتعالى كبر يا إن دتك أصلا هوري كلش كودي شيء يا دتك دمبة وحقدر صدي يدد كذا بيه وحقدر صندورة فصله الروبهران دورة دعامه الروبهران دورة يعد كفاءة ديسته كلها كسك السعر وقفاءة ديسه إن الله سبحانه وتعالى ميزان كحسنات كأسر مركب حروينا يديره شقدي للسوق بتينا مركب سوق عبي وين تاس شقدي كلها كهذا ديار ويهينا وين وفر أمضى إمان تيتهلك فريدة يدمن ديجان كي يملها كره نقوله وين توا وكلات كو شقين دونا قاب كدوان قاب كاي مدارس سين وشقيان دارس سين وحي وشقيان قاب ارددو اي قلين هرادو كا
kadibna soo harsato ama gelin dambe ay aado kadibna soo hooyato kulajku markaa wuxuu shaqeyn doonaa qaab kaas oo dhanka duwan oo ardada qaybta gudaha joogtaayna inay gudaha joogaan qaybta dibadda ka timaadaayna inay subaxii imaadaan 12ka aroornimo ayna halkan ka ruuxaan 12ka maqribnimo ay halkan ka ruuxaan 12ka saacna ay dhex joogaan xarunta ayagoo labada gelinba baran doona waxa lay wixii ay baran karaan oo ah qaybtii iskoolka oo ah qaybtii maxadkiya shariicada oo ah qaybtii quraanka saddexdaasba ayagoo laga haqabtiray ee maanta oo dhan haba macallimiintu isku bedeleen ayaan insha Allah ta'ala ardada fasixi doonaa waxaan rajaynayaa in ballanqaadkaas iyo ololahaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu nagu guuleeyo waxaan ka codsanayaa dhammaan dadka halka fadhiya iyo kuwa ay dhageysan doona intuba inay garab istaagaan si gaar ah kulajkan si guud ahaana meelaha khayrka waxa uu taageera oo dhaqaalaha ku bixiya oo ilmaha keensada oo talada ku bixiya oo si kasaale u dhinacaysa waxa weeye waa dadka khayrka leh marka dadka khayrka leh waxaan u baaqayaa inay khayrkaas nala qabtaan inay khayrka nagala faa'iideystaan inay khayrkaas nagu garab istaagaan aad iyo aad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ولا يرمر لغات أمانتين ولماذا قبلها أرضها أقول يهن كأيو مرتشرف كبا السلام عليكم ورحمة الله مرلبات وحي الأوران لها والليري وحي الأوران لها ميشان ويكوها بوري والليري laba kelmado yar baan ku darayaa walaalayaal college-kan laga soo sheekeyay iyo miisaankiisa iyo horumarka meesha laga damacsan yahay waa runtii waa sida looga sheekeeyey weeye fursadda taalla meeshaana waa fursad laga yaabo inaan ilmaha kan aan waardkood helin oo annagu aanaan helin inay yaa laga yaabaa fursad bay runtii taalla meeshaan waxaan leenahay fursadaas ilmaha iyo waaridkood iyo macallimiinta iyo dhammaan laga faa'iideysto horumarku ma ahan walaalayaal in derbi la dhiso oo riji la mariyo oo derbiyo iyo guryo qurux badan dhiso ma aha horumarku waxa weeye wixii ka soo baxa meeshaan weeye wixii ilmahaas laga soo saaro oo macallimiinta halka ay ka soo saaraan weeye horumarka meeshaan laga malaynahayaa dadka dhanna aad bay isha ugu hayaan waxaan codsanaynaa college-kan in laysla xisaabtamo oo caruurta lala xisaabtamo oo waalidka lala xisaabtamo cunuga la keeno college-kan ama agoon ha ahaado ama mid kale ha ahaado cunuga la keeno meeshaan oo fursadda ka faa'iideysan waaya inuu kursiga banneeyo oo uusan ka mashquulin dadka kale oo ka faa'iideysanaya waa muhiim weeye inuu ka faa'iideysan waayo cunugu oo ku mataqaanaa oo buntooyinkii laga rabay keeni waayo waa inuu banneeyaa kursiga oo la isku ogaadaa oo waaridkiis markhaati ka ahaado ay ogaadaan weeye oo waaridku ku talagalaa arrintaas haddii cunugiisu fursadda ka faa'iideysan waayo in mataqaano uu iridda ka baxayo oo meesha tan magaceeda in la haleeyo aana doonayn arrintaas waa muhiim qodobkaas waa qodobka waxbarashadan uga hadlayaa tan labaad aan ku darhayaa waxa weeye dadka dhisay meeshaan oo runtii qurbaha u badan oo galabta daawanahaya xafladda tafuritaanka ah wixii ay ku tabcahayeen mirahoodii ayaa muuqda waa wax farxad leh waa bilow weeye waxaan codsanaynaa dadka qurbaha jooga oo u nasab sheegta degmada tan galdogob iyo agaarkeeda inay ku soo tabcaan oo horumarkaas maanta bilowday ay ku soo tabcaan oo sidii ay u maalgelin lahayeen ay labalaabaan oo miisaankeeda ay siiyaan oo ay uga faa'iideeyaan waxa ay ugu talagaleen
إلهي ميساك وزا حسناتك أكسيو وأنا كنت وحبدا وحلس ويدية ويهي أنا وإنت أسان خصوة قبقبين لها والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا هليد كسوق بشي حفلة دا وبلما ودين كي أغويان كله وضياش يوحقرت كله كبدا شرف تبضان له أرضيد له مامل ككلج كله لما وحان بكو سلام يا ولا ليال تحييد إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحان ربا إن هذا الكيغوه المريوه كلمة إنه مأمور كنا هاي إسلامر كان أي ليبانتي إنه كحيران تهاي كلمة كليوة إنه كسرات كورة إنه كلمة كليوة إنه كحقيقين كرنا هدف كينا كلمة سيوحة ويا إله إنه كبغنا كلمة داس هدي اللي يسوي ما هذا مجالستا ضد كإسلام كاهي أهدافته يسوي ما أنا يعني وحي ربطها أهاتو لكن واجب إن كلمة داس اللي يصير هذا إلى أبانا إنك أبري وحانو يري لهي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. هل يدين كهلو داد يدين كم بده هو وناق يدين أمره وحماها يدين كرهبة هديد داد كال لهلو يعد لقي ستوقع داتو وناق حماها نكهده إلهي وحو كل مية آيات ده أولئك كواس هم المفلحون أيهم بالليباني بإلهي يري مرك الليبان تينا كحران انت هادان صور دافو وجيت كمناسبة دينان وحوهي دافوكي أما ديبو عصريين تي كولج كا ورون تي وحبادان داده هلو خيري وجودي أي قليين هده حاجة اسمها تهي يا دي حاجة آلات دكالتو وحلوقو بارنا يتهي إيه غاسنا وحان لينا يميسان كو دحسنات كالله وقود دارو دادكا كالي أو إسلامي غاه أو هي أداها خيري غاه إسلامي غاه إيه دادكا كالتو مسلحين تايو خير كتعلا وحان وقود باقينا إيني تاكوليان وقرب استاقان أقوان تا إيه دادكا دا يرتا دن يرتا أو أديق إيوه كل جكاني ساسان كبورنا إن دتك إله خير كهاي وأول كهول قلي وواحد بدن كسو قبطينا مركو هراء سدان هراء وشيء واحد لين هاي إلهي ولا ليا الميسان كين حسنات هاي كوجود دراء واحد صم فلك هاي وخير جاي وقبطين واحد كلو لين هاي وهلكي ودولسي دواتان ماشان مجع هذا يعد أيو أديجي السابع وحصورة عوالقي يا بعيني تشير دونان وأدي قبطه لكن واحد ويا سيدي أيو أستيسي هيأدي خير جاهد وواجه ورص ما يسي وأهيد أقانت النبي جن عليه الصلاة والسلام واتويه أنا وكافر اليتيم كهاتام بيا النبي عليه الصلاة والسلام لبدي سافرات بصاع سوق قبطي ساسا نهي بيرا نجا يقف كأقان كفالق هذا مركا دت كاس خير كتشعل ودم واحد وباقي نعين قرب استاجان واحد كله ربعين فرين هل كانوا قد يروح أنت شوكتي أنت عطك يا جماعة السبعة هل كان وحى كهر جلي وقلبت عندها فرني وديبو هبين وين لجوس مييجي مال لوقف عيدي سنكره وح برشاد دايرتا تأديب كي آداب تي السلوك دايرتا هذا معموله وتوينو شيء جيي قريب كلا تو أيام وضمبا مالها كلا تو محدية ذي وكلا شيء ذي سكولات ككلاتك وحلقو برا قريب أيام وضن وآه تيجي كلا سكول كي iskool ki farsamada gacanta marka waa wax weyn waxay kala wadataa ilmihi oo xanaanadoodii adqaabki moodka loo habeynayo oo qaabki magaranaysa ilmihi la xifdiyo oo waqtigooda dhalintiisa badan ay ku qaadanayaan meesha waxbarashada adeegii oo dhameystiran ay helayaan marka waxaan leenahay qof waliba kalmad buu leeyahay inuu hadalka iska badiyo ma ahan
ee ehliyada khayrka jacayl waxaan leenahay taakuleeyaa meeshan waa meel macna sameeyneysay ee dadka deegaankana waxaan leenahay ilmihiina uga faa'iideeya ee si gaar ah waxaan u boorineynaa agoomaha aad iyo aad goomaadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد لما هو حسلام يا خيارته سوى جالس تحفل دان ولما ودينك حجرتك ويوينك والدين تام عالمين تعرض هذا لمان وحقو سلام يا سلام سلامك واه السلام ورحمة الله وبركاته سلام كذب وحان سيجارة وبقادين يا دي مفيدة أما دي بعسرين تلو سميجي كلش كا أقانتا ee horay u furnaa oo in muddo furnaa oo iskuuladii ugu horeeyay magaalada laga furay kamid ahaa ilaa 2002 furnaa ama 3 ee hadan dib loo casriyeeyay ee waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa waalidiintii garatay in dib loo casriyeeyo oo qarash la geliyo oo miisaankooda xasaas ay ku darsadaan ee khayrigaas loo sameeynaayo agoonta oo kafaalqaadka hooyiga waxa sidoo ku jiraan ee waxaan si gaar ah hambalyo ugu dirayaa jaliyada dibadda joogta ee barnaamijkan sida gaarka siga xisaartay ee si gaar baan ula socon jiray oo ugu dhawn dalolay abaabulkii ka socda digmada ama meel ka baxsan ee mirihii qeyb ka mid ah aan soo gaareen ee laakiin wili waxba aan harsan ee waxaan u baahanahay inaan xelno ee arday tayo leh inaan soo saarno ee sida ku dhaw ku dhawaaqay maamulaha Maxamed Cali ee aan si fiican soo gaaranayno maadaama la helay marka loo baahan yahay in la helo wax tayo la soo saaro waxaan fariin labaad halkan kaga dirayaa jaaliyada dibadda joogta ee barnaamijkan soo abaahushay in ay garab istaagaan macallimiinta iyo maamulayaasha ee barnaamijkan abaabulkiisa ku jira sababtoo ah la heli maayo qarash ku filan ama dadka ku run yahay jif ku filan ardaydaas imaan doonta iyo kuwa hadda jooga hadaan sidii hore aan loo garab istaagin iyo si ka daranba marka insha Allah waxaan leeyahay abaabulkiina iyo xaqabadkiina ku maasan tihiin anoo ku hadlaya baalax barashada afkeedii ama wasaaradda barashada waan idin hambalyeynayaa waan soo dhaweynayaa casriyeynta iyo shaqada cusub bilaabatay waxaan sidii gaar ah ugu hambalyeynayaa maamulaha cusub ee loo magacaabay Ustaad Cali oo arag horay aan isna qaanay isla soo qaybin badan waan soo dhaweynayaa tirooyin badan waan kala qaadan doonaa insha Allah waxaan kala dhigaa guur weyn yahay umad celinaya ragii hore shaqeyn jiray oo shaqadaan in badan soo waday shaqadaan in badan bay soo socotay waan ragii shaqeyn jiray waan iska qabnay waan wada xiriir jirnay in badan bay soo wadeen iyaga waxa la insha Allah shaqada soo wadeen miisaankiina qiyaamaha Allah idin kugu ziyadiyo inta garab taagan oo abaabul iyo dhiirigelin ku wadeen waxaan leenahay insha Allah khayrkiini iyo basiilkiini insha Allah way helaysaan ardada waxaan u diriyaa kelmad yar oo fariin ah ardayay waxa maanta isku dhaafay waa cilmi iyo aqoon weey maanta waxa adduunka ka shaqeeya inta weey idinkana waxa tihiin jiilka cusub ee bedeli doona jiilka maanta qarash idin gashanaya deyn baa idin gashay deynta waa laga sugayaa ogaada qofkaan ogeynow maanta ogaaw deyn baa kugu socota ilaa xoog yeelatid oo iskaafisid deynta oo kugu soconaysa waa laga doonayaa insha Allah marka waxa laga doonayaana cilmiga baratay iyo aqoonta baratay in la soo baxdo berri oo ku awal gudid waalidkaaga mujtamaca sida maanta dadkii ku garab istaagay aad noo garab istaagtid shaqada noo aadna qabta baa laga doonayaa insha Allah waxaan idin leeyahay cilmiga baranaysaan waa wax keed ah waan duugo weyn qofka markuu cilmi barto ama aqoon bartana waxa uu siyaada bisheelina uu siyaada ardaydiina sida gaar ku la hadlaya waxaan rabnaa insha Allah subax walba inuu idin siyaado bisheel iyo horumar iyo barwaaqo inuu idin siyaado insha Allah iyada noqon mataqaanad laabtooda idigu hoodaan isku daloolin noqdo insha Allah kuwa laabtoodii idigu hoodo isku duleen insha Allah fariinta iyo waxbarashada ay siinayaan macallimiinta iyo waalidka ee dab jooga ka qaata oo ugu abaal gudo insha Allah oo ku jeeray ku jeer alxamdulillah dhaha waan la ninka sugayaa insha Allah jawaabteedii fil mustaqbal la sugayaa insha Allah inaan noqotaan kuwa bedela nabadoonada maanta jooga kuwa bedela dadka ku dhigaya bayaasha kuwa bedela aqoonyahanka kuwa bedela culimada inaan noqotaan baa laga sugayaa insha Allah marka qof walow hambi dheer yeelo yeesan ka noqon kaliya meesha ku leeyahay lagu soo xariyay aan wax barasho lagu keenay kaliya taa ma taqaan hayga ayuu soo noqon waxaan kaas weynaa insha Allah hayada baan kaas weynaa dhamaantiin wa salaamantiin waan maasantiin.